هذه المرحلة الثانية أو العروق. أنا لي حوالي ربع ساعة حاول ألقى مكان. ما شاء الله مليانة السيارات، الغبار مبهدل الدنيا. يا أبو سديم مكانك مو مضبوط هنا. سديم تسمعني؟ أكثر أرسل. مكانك مو مضبوط، واحد يفلت منه الموتر يضرب فيه. كرر. مكانك مو صحيح، واحد يضرب يفلت منه الموتر يجي عليك على طول. ما أعرف ولا راح أحرك أو غير خلاص. وأنا كأنور. يا رجل. مطرتين ما شاء الله تبارك الله يا ولد. ما شاء الله تبارك الله يا شرف، نورنا في جدة والله. بليزر لك فترة كذا غاية أبا يا ذا بليزر تعملنا ليرة. ما شاء الله تبارك الله. وأبو طرتين، أبو طرتين في جدة يا شباب. ما شاء الله تبارك الله يا ولد. نهدى شوية كده من الغبار هذا. حياك. اجرب قصخ عليك السلام. حياك الله. هلا وسهلا. حياك. شو اسمك؟ ها؟ نواف. وانت؟ سامي. هلا وسهلا والله فيكم منورين. حياكم الله. هلا وسهلا والله. يا هلا فيكم والله وسهلا. يا ابو نايف ايش عنده هذا؟ فصخ كبر ولا ايش؟ وابو سحبة يبغى؟ يقول بيرسم وبيطلع. بيطيحها مرة. هلا هلا حبيبي. طيب. كيف حالك؟ هلا ايش اسمك؟ ابراهيم. والله ونعم ابراهيم، انت جدي يا ولد. حياكم الله. اهلا وسهلا والله.
يا دادسون يا دادسون انتبه يجيك الدكتور بعدين يتفاهم معك. هذا اللي احنا نقوله يا شباب، يعني صارت حوادث كثيره. هذا راعي الشخص كان طالع ما كمل ما لسبب، اللي يجي ينطلق ورا سياره هذا اكبر غلط. لا تنطلق على طول، تاكد منه 100% انه خلاص عزمه معطيه انه يخلق يغلق الطعس للاخير، روح حط رجلك. ما ادري ايش يصادفه. هو داري ايش يسوي يا مسلم، كنس البشر انا مو داري اصدر عليك يا رب. وابو نايم رايح يقول له ابو داري انا هنا. عاشرب جرب الا اذا ما بيخلي واحد من العيال يجي يسحبك. ابو داري تهور اليوم. ابو داري اشوفك تلف يمين الدركسون والموت يروح يسار، ايش الوضع؟ فهد قرني تسمعني؟ الرجال هنا راعي على هلبسه بطارتين خوينا، اذا باك تسحب وعلق كذا على جنب. انت وينك انت؟ ماني شايفك انا. وراك وراك الحين انزل. بصراحة لا تلوموني، ماني قادر أركز مع السيارة، زي ما أتفرجوا معي زي ما أنا أحاول قد ما أصيد واحد كذا، ولكن يلا خلي اليوم اليوم المفتوح كالكامل. يلا يا شباب سريع اسحبوه خلينا نمشي. اسحب اسحب مع الخلف روح. الصالون الصالون. انت فاقت فيك الوسيعه خلاص؟ من يا انور من انا يا انور ارحم الرجال. هل الواير حقي مع احد من الجمعه اللي راحت؟ يا سوزوكي مرفع الموتر انت شكلك. وفهد ما شاء الله تبارك الله يحاول يسحب الرجال يقدم بعض الخدمات، وانا الاسبوع اللي راح قدمت بعض الخدمات ما ادري وين راح وايري في حاله حصلت غريبه، لكن حنكتشف مين اللي اخذ. يا ماجد تسمعني؟ يا شنب يا ماجد اثنين استطاعوا واثنين لم يستطيعوا. سريع يا فهد يا انور
رد تسمعني؟ هنا على مدخل الخامسة. وهنا على مدخل التل المرعب، ودائما التل المرعب نحصل فيه حفلات. حفلات يعني ايش يعني نقصد فيها؟ نقصد فيها انه واحد مغرز معلق، هي ذي اللي احنا نسميها، احنا المصطلح ذا اللي نسميه حفلة. يعني الرجل يحب يحتفل بنفسه، وحب احنا نشاركه الاحتفال وننتزعه من الرمال والتغريز. هلا انا باذن الله بجي يوم كذا على رواقه صراحه، ابغى اصور يعني في عده مراحل هنا في بحره. في كثير طلبوا يعني ومو عارفين المنطقه مضبوط، يعني قدر المستطاع نحاول نصور.